ترأس الأستاذ صغيري مدير ثانوية السلام التأهيلية بوجدة حفلة تكريم التلاميذ المشاركين في الدور المقام بالمؤسسة في كرة القدم المصغرة التي انطلقت شهر ديسمبر 2011 وانتهت في 7 أبريل 2012. شارك في الدور 280 تلميذا موزعين على 36 فريقا لكرة القدم المصغرة بإشراف من الأستاذ حميدة بنسونة. التكريم تعلق أيضا بالتلاميذ الذين سيشاركون في البطولة الوطنية التي ستقام بمدينة مراكش والمنظمة من الجامعة الملكية المغربية للألعاب المدرسية ما بين 8 و14 من أبريل الجاري. ثانوية السلام ستكون ممثلة في كرة القدم وأيضا في كرة الرجبي. مدير المؤسسة وفي كلمته التوجيهية أكد على قيمة العمل في إطار دينامية المجموعة المتفاعلة من أجل المصلحة العامة للمؤسسة ووقع على أن هذا التوجه التشاركي المتناغم سيظل بمثابة ثقافة عامة تسير عليها المؤسسة مستقبلا مع تأكيد أن العائد يستفيد منه التلاميذ بالدرجة الأولى. لنتابع وقائع هذا الحفل. حقيقة جوائز ديال التلاميذ ورد لها التلاميذ، بمعنى الكل يساهم في هذه المؤسسة. نقول وعدكم بأن هذا هي الثقافة اللي غادي تسود في هذه المؤسسة. هذه احنا كامل غادي نكونوا أسرة واحدة وكل حاجة تدخل المؤسسة هي ملك للمؤسسة صغيرة ولا كبيرة، وسيستفيد منها التلاميذ أولا باش هذه المسألة تكون واضحة مزيان. فهذا التونيات هادو هما اللي حصلوا عليهم التلاميذ ديالنا يعني عند تأهلهم في استجابة الى الجهات. وطبعا انا باتصالات جبت الكويات ديال اتصالات المغرب وكاينين واحد اخرين، حنا قلنا غنعطيهم تلاميذ اخرين لان كلشي نحاول ان شاء الله نشوفوا التلاميذ اللي يستافدوا. وقلنا لماذا؟ باش حنا نربحوا كيكون حتى هو تدبير حتى المسائل الماليه. المسائل الماليه ما غاش الانسان يبقى غير هذه مؤسسه عندها المداخل ديالنا قليل غير ذلك، وبالتالي هذا التدبير جيد. قلنا ان التلاميذ ديالنا بهم غادي نديروا هذه الجوائز، وبالتالي كتبقى من التلميذ الى التلميذ، وهذه الثقافه غادي تسود ان شاء الله. كما قلت الى جابنا شي جوائز مراكش عاوتاني نجيبوها للمؤسسه. سي محمد راني كيوعدكم حنا راه وعدوا للناس، ولكن انا ذاك الوعد ديال الاخرين لا اعتمد عليه. كما قلنا سابقا حنا درنا واحد المجهود وراه استجابه للاخوان ديالنا، ولكن في التالي نقلب جا الحوايج اخرين. حنا طبعا انا والسي محمد الاخوان هنا غادي ان شاء الله مور مراكش ان شاء الله نحاولوا التلاميذ ديالنا اللي غنمشيو مراكش عاوتاني ندبروا نكرموهم هما بالخصوص، يعني يكون تكريم خاص بهاد التلاميذ اللي مشاو ان شاء الله لمراكش. اسم جمعية الآباء كان وعد التلاميذ اللي غادي يسافروا لمراكش ولا حقوا نتيجة الصعيد الوطني.
معاكم الصراحه ليش الا حققتوا نتيجه غادي يكون لكم عندكم واحد الحفل متميز واخا تجيب يا صافي. الان كريمه العميد اللي حكلوا المرتبه الاولى. اولا قبل كل شيء اقدم التهنئه لجميع التلاميذ الذين فازوا بكل الجوائز والذين حصلوا المرتبه الاولى على الصعيد الاكاديمي، ونتمنى لهم التوفيق في مراكش، ونشكر جميع الاساتذه الذين ساندوا من قريب او بعيد، اولا السيد بنسونا والسيد المدير والسيد تيجيني وجميع اساتذه التربيه الذين أتقدم باسمي وباسم التلاميذ وباسم داري الشكر لجميع الأساتذة والرياضة ولجميع المواد، والشكر الجميع من المسلم من السيد مسعود إلى سيد المراقب. شكرا. كلمة العميد الفريق يحتل المرتبة الثانية. أريد أن أقدم أحرى التهاني للأساتذة الذين أشرفوا على هذا الدوري. في الأخير أريد أن أشكر التلاميذ الذين رفعوا راية تنوية السلام. عبيد المرتبات الثالثة. كنشكر الأساتذة وكنشكر سيد المدير اللي عاوننا على هذا الدوري، وكنشكر جميع التلاميذ اللي هما داروا واحد المجهود كبير في هذا الدوري. شكرا صاحبي. ما تنساوش واحد الجهد خفي اللي واكب هكذا الظهورات وقام جميع المقابلات. قبل كل شيء كنهن السي بنسونا سعد المهدي والسيد تيجيني الذين قاموا بمجهود كبير على هذه التظاهره، يعني بصراحه عانونا وساهموا معنا في هذا الدوري باش كمل بخير وعلى خير، وما كنساوش التلاميذ اجمعين كاملين وفي خاطركم كاع. نمرور الى سكرين تلاميذ فريق لحظه المرتبه الثالثه اللي غادي نعيشو محمد الشحنافي. سبيكر الحاره هادو التلاميذ اللي حصلوا على المرتبة الثالثة في الدوري المركز ثمانية سلام. صورة تتكلم لا بأس بها، لا بأس بالسادس. صورة تتكلم مع تلاميذ اللي حصلوا على المرتبة الثالثة في الدوري المركز ثمانية سلام. أتمنى هذا القسم قسم ثانية آداب أربعة الأولى عفوا الأولى آداب أربعة باش يحصلوا على مراتب أحسن في المستقبل. المرتبة الثانية الفريق هنيئا للفريق على المرتبة الثانية وتمنينا له الحصول على مرتبة أحسن. شكرا رئيس سيد السمسي. أنا مر إلى الفريق الحائز على المرتبة الأولى. إذن كما قلنا تأسيسا لمبدأ الشفافية داخل المؤسسة، فالمؤسسة يعني ستكرم أو ستساهم يعني بقدر من المال اللي هو عيني طبعا للتلاميذ الذين سيتوجهون إلى مراكش، وطبعا كل واحد غادي يتوصل بواحد المبلغ مالي أونفلوب ديال هو 150 درهم.
هذه كل واحد غاولو يجي نبدا بالشباب يا ولد غادي يوقع لي والسي عبد الله يعطيه لونفولوب فيها 150 درهم هادو كرة القدم طرف كرة الرجلي راه خشوا من الاخر ديالهم غير كرة القدم هدف فريق كرة القدم الذي سيمثل الجهة الشرقية بالساحل الوطني في مدينة مراكش المؤسسة عمارة محصر المؤسسة حاولنا نكونوا أكثر وضوحا وأكثر يعني شفافية في العمليات تجنبا لأي القيل والقال باش نكون عندنا هاد المسائل هذه سهرنا على أن كل شيء يعني هذا العملية كلها تكون بوضوح واللي كنطلب منكم الآن أنا كأب ديالكم كنطلب منكم هذا المبلغ ولو يعني قليل رمزي احتفظوا عليه لأن دابا بالنسبة للأساتذة راكم ما كتسالوهم والو اللي يقول لكم راه السي محسن عارف التنقل ديالكم مضمون الغداء ليه مضمون كاين حوايج أخرين حنا كنا في الأول داير لنا واحد الإرهاق باش نكونوا واضحين كاين واحد الإرهاق ولكن السي محسن راه دبر على واحد العملية أن ياك السي محسن قال لهم الفطور كاين واحد الفطور اللي غادي ندار بالنسبة للآخر غادي يكون كاين غتخسروا تنظروا كاين واحد الغداء واحد الغداء ولا العشاء هذيك من المؤسسة حنا غنعتاد السي محسن غادي يتكلف غادي يعني باش ما تصرفوش داك الفلوس هذيك وبالتالي الآن المسؤولية ديالكم هذيك 15000 تصرفوا فيها كي بغيتوا ولكن انتهت مهمة الأستاذ والإدارة اللي يطلب منكم هو التوفيق والنجاح وتحققوا لنا نتائج تتحدي انتي حلوي يا حلوي والحلوي منا قدي انتي حلوي يا حلوي والحلوي منا قدي انتي حلوي يا حلوي والحلوي منا قدي